بسم الله ابدا قصيدي واتغنى به في يوم عز يهيض كل قافيه، واثني على خاطر للضد حرابه، واثني على الدار حيث الدار محميه، وارسل سلامي لحد السيف وانصابه، ابو فهد جعلها طبطيبه سنيه، الحازم اللي نحبه وتازوابه، ذخر العذارى لحم يا طاسة الهيه. انا السعودي 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 انا السعودي، واسند على اللي يحب طويقي وهضابه، الا ان عزمه تعدى طويقي وحصيه، محمد اللي نفعنا وارتفعنا به، حمي حمانا لحانت ساعة عيا. بسم الله ابدا قصيدي واتغنى به في يوم عز يهيض كل قافيه، واثني على خاطر للضد حرابه، واثني على الدار حيث الدار محميه، ونبه الضد تسال الضد ما يابه، واحد رهله يجي للدار موليه، من دونها السيف يعرض به ويغزابه، وديارنا عندنا مهيب مسخيه. انا السعودي 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 انا السعودي، قلوبنا للعدا مهيب هيابه، وسيوفنا من دم العدوان مرويه، يا موطن لا تنخوى واعتز احبابه، سقنا له ارواحنا من حب وحمايه. بسم الله ابدا قصيدي واتغنى به في يوم عز يهيض كل قافيه، واثني على خاطر للضد حرابه، واثني على الدار حيث الدار محميه. انا السعودي 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 انا السعودي. هذه كلمة بمناسبة اليوم الوطني. والله فيها أن أحمد سلمان والملك سلمان أدامه الله لنا وله هذا اليوم أعوام مديدة. اللهم آمين. أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وأهني كافة الشعب هذا اليوم العظيم، وأدام الله عز هذا الوطن يا رب العالمين. اللهم امين. حقيقه ما شاء الله تبارك الله، يعني انتم صوتكم جميله الله يعزكم، وزاد حقيقه الجمال جمال الكلمات كذلك. الحمد لله وكل الشكر لكم حقيقه على هذه الاصوات الجميله. شكرا لك. وما هي كلمتك بهذه المناسبه؟ كلمتي لهذا الوطن العظيم، الام والاب ندين لهم احنا بمعروف عظيم ودين عظيم، هل لو يعني مهما نقدم للام والاب مهما ندلهم بالأشياء لن نفهم حقهم، صح ولا لا؟ بلا شك. كذلك الوطن وطننا العظيم السعودية نحن محسودين عليها لما وصلنا له من تقدم وازدهار. أنا يعني الحقيقة بدأت أتلعثم، لا يوجد شيء أقدر أوصف به الوطن، يعني تجف المحابر لوصف هذا الوطن. صدقت. العظيم صدقت. لكن أنا يعني يمكن وأن آخر أماني، يعني وسيكون هذا من دواعي سرور وشرف عظيم لي أن يمكن أقابل خادم الحرمين الشريفين وأقبل رأسه، وسيكون هذا لي شرف عظيم. ومهما نقدم لهم لأنه في كل عام وطننا شامخ عزيز بشعبه وقيادته وشبابه. صحيح. شكرا لك سقار، أعود لك مجددا. حقيقة كلماتنا السعودي كلمات جميلة حقيقة. الله مهنيكم على اختيار هذه الكلمة. الله يسلمك ويجزاك خير. والله يعني صراحة أشكر الأستاذ عبد الرحمن قاسم وأشكر الشباب في الإدارة على هذا الوريت، صراحة جميل جدا، وإحنا للأمانة ما توقعت يعني بالشكل هذا. الله، لكن نعد الجمهور والقادم أجمل إن شاء الله حقيقة. لحن وصوت جميل. الله يسلمك. شكرا لك أستاذ موسى. الله يسلمك.
اليوم الوطني السعودي. أنت تراك حزين وفرح في نفس الوقت، حزين بأنك غادرت قرار فصل وفرح باليوم الوطني، ومعاكم اليوم في قناة المجد. يا مرحبا. سعيد جدا بهذا اليوم الغالي على قلوبنا، اليوم الوطني السعودي، يوم ماض عريق ومجد تليد، يوم بنيناه بهمة وتعلينا القمة، يوم عظيم علينا. أهني حكومتنا الرشيدة الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين بهذا اليوم 92، فخر لنا جميعا بهذه المنجزات. اللهم لك الحمد، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم أمين. شكرا لكم جميعا حقيقة على هذا الأداء المميز، وأيضا مشاهدي الكرام مازلنا مستمرين معكم.